تعالوا بقى دلوقتي، يلا بينا بقى نسمي بسم الله كده وندخل بقى على فطارنا النهارده. زهقنا من الطبيخ وزهقنا من الاكل التقيل الدسم. العشر ايام الاولانيين بتبقى اغلبيتها كلها اكل تقيل واكل دسم واكل عزومات وكده. بندخل بعد كده على العشر ايام التانيين، بنبقى عايزين حاجه برضو كده فيها بروتين بس سريعه بقى تنجز معانا. ايه رايكم النهارده نشوي فراخ في الفرن؟ هنقطع الفرخة على 8، هترمي معايا كتير، يعني انت لو عندك عدد او ما شاء الله بسم الله ما شاء الله العيلة كبيرة، لو جبتي فرختين قطعتي الواحدة على 8 زي ما انا عاملة كده هترمي معاكي كتير. تشويها في الفرن بالتتبيلة بتاعتنا النهاردة دي حكاية، ما تقوليش لعدوك عليها بسم الله ما شاء الله. شوية رز اصفر جنبها كده على شوية سلطة وعيش، واحلى اكلة النهاردة بامر الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، انا دلوقتي هشتغل على فرخه مقطعاها على 8 قطع، خلي بتاع الفراخ يقطعها لك هو عنده، قولي له قطع لي الفرخه على 8 بس وكبري دماغك. بعد كده عندي بصلايه وعندي قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي لو حبه، ممكن الحامي تستغني عنه. وعندي كمان فصين توم وعندي عصير ليمونه وشويه صويا صوص لو موجود عندك، مش موجود شيليه مفيش مشكله، بس لو موجود الطعم بيبقى احلى واللون كمان بيبقى احلى. بعد كده عندي معلقه صلصه وشويه زيت والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات، البهارات بتاعتنا، وعندي كمان معلقه بابريكا كده حلوه تدي لون حلو، كزبره ناشفه، وطبعا حبيب الفراخ الحبهان البودر. نقول المقادير تاني لكل حبايبنا بسم الله. فرخة متقطعة على 8، التتبيلة بتاعتها هتاخد بصلاية وهتاخد طماطماية قرن فلفل رومي ويدوبك شريحتين ثلاثة بس من قرن فلفل حامي، وعندي فصين توم وعندي كمان عصير ليمون صويا صوص لو موجود عندك، أنا قلت لكم دايما هاتوا الإزازة وخليها في باب التلاجة، وكمان معلقة كبيرة صلصة وشوية زيت كده يتحطوا في الخلطة كده يخلوها ناعمة معانا، ملح وفلفل وبهارات، أي بهارات مشكلة عندك، السبع بهارات، بهارات ست الحبايب، أي بهارات عندك تدي بس طعم وريحة كده، وعندنا كمان معلقة بابريكا عشان تدي طعم التدخينة، وكمان كزبرة ناشفة، وزي ما بقول لكم حبيب الفراخ الحبهان البودر. دي التتبيلة الأساسية بتاعت الفرخة اللي هنشويها النهاردة في الفرن. التتبيلة دي هتخلي الفراخ طعمها حكاية. بالنسبة بقى للصويا صوص، علشان الناس اللي هتقعد تقول لا المكون ده غريب، لا مش عندي، انا قلت لكم هاتي الازازة، هي بتبقى ازازة عاملة زي ازازة المية المعدنية الصغيرة، هاتي الازازة دي هتقعد عندك في باب التلاجة فترة كبيرة جدا، اي حاجة فيها شوي حطي منها، بتدي لون حلو، بتدي مزازة كمان حلوة قوي. طيب النهاردة لو انا ما عنديش، بس انا عايزه اقوم دلوقتي اعمل الفرخه الحلوه دي، وكمان لما تشوفوا شكل الفراخ المشويه في الفرن في الاخر بقى هتعجبكم جدا بامر الله. ما عنديش هزود الليمون، بس انا عايزه مع الصويا صوص والليمون يبقى فيه طعم مزازه حلوه كده جوه الفراخ، مفيش هزود شويه الليمون بتاعنا وخلاص مفيش اي مشكله، وزودي الزيت كمان عشان ايه حرمشها كده في الفرن. اللايف بتاعنا شغال، فين القلوب الحمراء اللي متفقين عليها؟ والله الله يسلمكم جميعا، بيجاوبوا على الفزوره طب صح ولا ايه؟ والله ما شاء الله ما شاء الله حبايبنا. بصوا بقى كده هنيجي بقى هنا في الخلاط، عندك كبه ماشي، ما عندكيش هنشتغل في الخلاط عادي جدا بسم الله، بس مع الخلاط هنزود شويه ميه مش هيجرى اي حاجه. في الكبه مش هنزود حاجه، هحط الفلفل، قرن فلفل رومي، يلا قولي لي بقى كومنتات حبايبنا، وهحط الطماطمايه، ويا ريت الطماطمايه تبقى حمرا شويه عشان لحمتها تبقى مسكره وفي نفس الوقت تدي لون حلو للخلطه بتاعتها، وزي ما قلت لك عشان ما تبقاش حاميه قوي هناخد ايه نص قرن فلفل حامي كده. يا حبايب قلبي الله يسلمكم جميعا، القلوب الحمراء ظهرت ولا لسه؟ يلا احنا متفقين، صباح الخير بقلوب حمراء، حل الفزوره بقلوب حمراء، ماليش دعوه. وادي كمان البصلايه، وهاخد انا هعمل فرخه واحده فيا دوبك ايه فصين توم كده، يا عم اطلع بقى فصين توم كده حلوين قوي مش اكتر.
بس يا ست الحبايب، اول حاجه كانت عندي مش عجباني ظبطتها، ان انا نعمت الخضار جدا. ايه تاني حاجه مش عجباني؟ الخلطه دي فاتحه قوي، ما تنفعش. فين اللون الشوي الحلو؟ ما احنا لسه ما كملناش، اصبري عليا. نجيب بس بوله بوله بوله. امنيه جاوبت صح، برافو امنيه وهناء، جاوبوا صح على موضوع ليه انا عايزه الخضار ناعم جدا. بصي بقى يا ستي، هناخد الخضار اللي فرمناه كويس قوي ده، وفي الخلاط معاكي كمان هتنعم اكتر واكتر. بسم الله، ريحتها حلوه قوي وهي لسه ما اتبلتش، ريحتها بجد ما شاء الله شهيه جدا. تعالوا بقى ايه نتبل بقى يا حاجه زينب، اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. تعالوا بقى دلوقتي نتبل الخضار. انا حطيت الصلصه، حطيت معلقتين كبار، وبعد كده هحط حبهان بودر. يا جماعه يلا بسرعه اعرفوا الخلطه دي معايا عشان ان شاء الله تعملوها على الفطار النهارده، سهله وسريعه. وادي البابريكا سلوى دلوقتي فرحتني، تقول لي عملت الفول المدمس بطريقتك وطلع ايه اللفظ اللي هي كاتباه دلوقتي على ممتاز. طبعا ممتاز دي بالنسبه لي دي ده وسام على دماغي من فوق والله. وبعد كده بعد البابريكا ادي الكزبره الناشفه، وبعدين الفلفل الاسود نزوده كده شويه، والملح. نقول تاني التتبيله بتاعتنا يا جماعه، الملح هنا مش هنزوده قوي لان انا عندي ليمون وعندي صويا صوص اصلا بيدي طعم مزازه، فالملح مش هنزوده. ما عنديش صويا صوص يبقى الملح هنظبطه، هتاخد معلقه صغيره ملح، وهنزود الليمون، الملح والليمون. وادي كده اي بهارات مشكله عندك، حلو كده. وبعدين ليمونه بقى فريش تتعصر كده دلوقتي في ساعتها على طول كده، هي بتفرق يا شيف هلا؟ اه طبعا بتفرق. الليمونه نفسها لو اتقطعت واتسابت شويه ريحه الليمون بتفرق، تخيلوا. ادي كده انا كده عصره نصين، عصره كده ليمونه، اهي عصره ليمونه. صوص الفاتح والغامق، برافو عليكي يا هنا. طبعا في فرق، الغامق بيدي لون للشوي لحاجه الشوي اللحمه او الفراخ اغمق، وطعمه التيست فيه بيبقى قوي، بيبقى المزازه فيه اعلى شويه، وده دايما اللي بنفضله الغامق. الفاتح انا بحس ان هو ملوش لازمه، ما بيعملش حاجه، يعني بحس ان الصويا صوص الفاتح ده ولا كانك حطيتي حاجه، طعمه خفيف واللون بيبقى خفيف، ينفع فيه ممكن يتحط شويه على السلطات مثلا الفاتح، لكن كشوي وكتتبيله عايزه طعم قوي وعايزه لون حلو على طول هتجيبي الغامق بامر الله. انا على طول يا جماعه ازازه الصويا صوص اللي بقولك عليها دي ما بشيلهاش من باب التلاجة خالص. بصوا بقى الخلطه لونها بقى عمل ازاي، الله الله، ايه ده؟ هي دي مش دي اللي كانت لونها فاتح؟ وقال ايه ما كانتش عاجباكي؟ ايوه كانتش عاجباني، بس انا قلت لكم ايه؟ اصبروا عليا. بصوا اهو بسم الله مع التوابل والصلصه والصويا صوص اديتني اللون الحلو ده، لون شوي ممتاز ما شاء الله. كده بقى دلوقتي اخر حاجه فاضله عندي الزيت، ده هيبقى في الاخر بعد ما اقلب كله واطمن ان الخضار والخلطه شرب كل التوابل والبهارات اللي حطيناها. هنروح واخدين كده شويه من الزيت، بسم الله كده، ولسه هنحط زيت تاني على وش الفراخ. ورتيني يا حبيبه قلبي الفزوره تاني اهي لكل حبايبنا، نقولها تاني بس انا مش شايفه انتوا حاطين لي نقولها تاني يلا. النهارده معانا مشروبنا اصله اساسي في رمضاننا حتى لو ما عجبش عيالنا، شفا وخمير مشروب توفير بيحبوه الغني والفقير، يبعوه بسجات ورغاوي كتير. دي الفزوره بتاعت انت عرفته طيب يا استاذ احمد وانت عمال تقول عرفته طيب ولا لا؟ برضو بس هو مفيد جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه قبل ما انزل بالفراخ في التتبيله خدت منها الاول شويه في الصينيه اللي هشوي فيها الفراخ،
دي كده بعمل لها كده ايه زي صوص تحت الفراخ ما تتحرقش، وفي نفس الوقت الصوص ده بيبقى طعمه روعه ما شاء الله عليه، بيبقى زي العسل. اه من بدري طبعا، طفيت الفرن من بدري، لسه هستنى لما تفكروني تكون الفراخ اتحرقت. بصوا كده. بصوا اهو كده، ظبطي بقى الصوص كده عشان الفراخ تنزل عليه ويديكي كده ايه صوص حلو كده مع الفراخ، تحفه ما شاء الله. حلو كده. في الصينيه هنا على الصوص ده هنزل بشويه زيت. طب هو باين عندك يا استاذ احمد ولا اوري لكم انا او نوري حبايبنا؟ قول لي يعني لو التفاصيل مش باينه قول لي. يحلها ربنا. بصوا كده. حاضر حاضر اهو اهو. يلا ادي يا جماعه الصوص وعليه زيت، ده كده في الصينيه من تحت، ده مهم جدا جدا جدا. حلو كده. بعد كده بقيه الخلطه بقى بسم الله ونتوكل على الله، وننزل بالفراخ اللي متقطعه على 8، يعني الورك على 2، حته الصدر على 2، حته الدبوس بحته صدر لوحدها بتاع الفراخ كده يظبطها لك. لو بتعرفي تقطعيها تبقي شطوره وقطعيها انت، مفيش مشكله خالص، وممكن تتقطع على 16 كمان يعني. بصوا كده، بس خليها ايه على 8. احنا طبعا ده صيام، فكل واحد ايه محتاج يحس بحته الفرخه كده قدامه. على 16 هتبقى صغنونه قوي، هتبقى عامله زي الشيش كده، فاحنا النهارده بنقطعها على 8. قلبي بقى كده. لا مفيش زبادي في الخلطه، الخلطه دي ما فيهاش زبادي، ملهاش لازمه اصلا. الزبادي هنحطه لما تكون الخلطه مثلا ايه صلصه وزيت، حاجات كده نواشف. لكن في خضار، في طماطم، في البصل، انا حطاك خضار زي ما هو، كل ده بيطري لي الفراخ جدا. بصوا الخلطه اصلا طريه ازاي اهي، مش محتاجه زبادي خالص كده. بصي بقى كل قطعه كده تبليها كده بالشكل ده. يلا. لا دي مش الفراخ الشيش، بس نفس التتبيله دي تنفع للشيش. دي فراخ متقطعه على 8، عايزه تقطعيها على شيش ونفس التتبيله هتديكي برده نتيجه حلوه جدا، هتشوفوا شكلها في الاخر واللون الحلو بتاع الخلطه ده وهي مشويه تحفه، وكمان الزبادي هيفتح لونها. بصوا بقى كده. انا هعمل ايه بقى على ما تطلعوا فاصل وترجعوا بقى بالسلامه ان شاء الله؟ هفضل كده ادعك في الفراخ بالتتبيله وتبلها كده من كل ناحيه، وتسيبيها بقى في التتبيله دي على قد ما تقدري. يعني لو قمتي دلوقتي بعد الحلقه عملتيها وركنتيها لغايه قبل الفطار بساعه تروحي مدخلاها الفرن، هتطلع معاكي احلى واحلى. هنسيبها بقى دلوقتي كده في التتبيله لغايه ما تطلعوا فاصل وترجعوا لي بالسلامه. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. بعد الفاصل زي ما قلت لكم حطوا الفراخ في الخلطه دي على قد ما تقدروا، ساعه ساعتين كل ما تسيبيها في الخلطه، كل بامر الله ما هتديكي نتيجه فوق الخيال ما شاء الله. بصوا بقى هنا حطينا شويه من الصوص في الصينيه زي ما اتفقنا، وعليها شويه زيت، ده اللي هيعمل لي صوص حلو تحت الفراخ. بعد كده راح واخده بقى الفراخ من الخلطه ورصاها كده، عشان كمان الصوص اللي تحت ده حاجه مهمه جدا، مش هيخلي الفراخ دي تحتاج ميه. يعني على ما الصوص ده يدبل بتسويه الفراخ ويبتدي يشكشك معايا كده والحروف كده تتحروق فتدي كده طعم دخنه حلو للفراخ المشويه في الفرن، تكون الفراخ استوت. يعني ما تقلقيش خالص لو لقيتي حروف الصينيه مثلا ابتدت تتلسوع، لا ما هو ده المطلوب، دي فراخ مشويه. بصوا بقى كده اهو. يعني حاجه ثانيه، يعني دي ما ينفعش يتحط تحتيها شرايح بصل بطاطس، لا ما ينفعش، دي مشوية، الصوص ده بتاع المشوي فقط. في فرق بين فراخ هحط تحتيها شرايح بصل بطاطس طماطم فلفل وادخلها الفرن، وفي فرق بين فراخ انا بشويها بجيبها بطلعها من الفرن زي الفراخ المشوية بتاعت بره بالظبط. بعد كده هحط بقى شوية من الخلطة كده عليها، فانا محتاجة الصوص اللي تحت ده شوية يدي لسعة كده عشان يدي ريحة دخنة حلوة للفراخ. بصوا اهي شوفوا شكلها ما شاء الله جميل ازاي، ايه رأيكم في المنظر ده؟ تخيلوا دي بقى لما تستوي. الله يخليك يا استاذ احمد، يا رب اكون فتحت نفسكم بس. يا رب يخليك.
ادي كده الصينيه بتاعتنا. هتتغطى ولا مش هتتغطى؟ لا مش هتتغطى. معقوله يعني انت ما زودتيش ميه وكمان مش هتغطيها؟ ايوه دي مش هتتغطى يا جماعه، هتدخل الفرن على اعلى درجه حراره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعرف ان هي استوت ازاي من غير ما اجي ناحيتها لما تاخد كمان لون الشوي من فوق. لون الشوي من فوق مع الصوص ده يشكشك ويتقل معانا وفي حتت تتلسوع، وهي خدت الحرمشه بتاعه الشوي هي استوت. بس هتاخد قد ايه في الفرن؟ نص ساعه 30 دقيقه بالكتير 40 دقيقه. تطلع لك صينيه، تعالوا اوريكم احنا هنتكلم كتير ليه. تعالوا 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 شوفوا اللي في الفرن بقى عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله عليها. حاضر بسم الله. يا سلام يا سلام، ويا سلام بقى كمان اول ما تفتحي الفرن كده وتشم الريحه دي. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال اهي. شوفوا الصينيه عامله ازاي يا جماعه، فراخ مشويه من الدرجه الاولى ولا كانك شاويها عند الكبابجي. بصوا شوفوا المنظر ولسه سخنه مولعه، لسه خارجه حالا من الفرن. بصوا بصوا الجمال برضو. والله بصوا بقى قبل التقديم على طول هاخد كده من الصوص اللي تحت ده وادي تلميعه كده للفراخ على اللون الحلو من الصوص بتاعها كده. ده بقى اللي بقول لكم عليه. بصوا الصوص فيه حتت في الحروف بتاعه الصينيه شكشكت ازاي. الشكشكه دي هي دي اللي بتدي طعم التدخينه الحلو بتاع الشوي، مع بقى حركه الفحمايه دلوقتي. فالصوص اللي تشكشك مع الفحمايه وكله احلى صينيه فراخ مشويه في الفرن، ما خدتش مننا وقت لا في تتبيل ولا في تسويه اهو. بصوا يا جماعه شكلها، نفتح بس كده للفحمايه اللي جايه. يلا يا ام آية على ريحه الفحم، تعالوا يلا بينا. بسم الله يلا يا باشا، واديها نقطتين زيت كده على فحمايه كده في وسط الصينيه. طب اقول لك على حاجه، تخيلي ساعه الفطار ان شاء الله رحتي مقدمه لهم الصينيه بالشكل ده، حطيتيها كده على السفره وجنبها الرز والسلطات ورحتي حاطه فيها الفحمايه فحميتين كده ورحتي حاطه شويه الزيت وقدمتيها بالشكل ده، بذمتك يا شيخ هيقولوا لك ايه الجمال اللي انت عاملاه فينا النهارده ده؟ المقادير نزلت تاني اهي، يلا صوروها على طول واعتمدي على طول المقادير دي والتتبيله دي للشوي في الفرن، شوي الفراخ في الفرن. اللهم بارك، جميله جمال ملوش حل. قدميها كده يعني، انا بعد شويه بس لما تاخد ريحه الفحم الحلوه هقدمها على الرز، ممكن تقدميها زي ما انا هقدمها في الاخر، وممكن تقدميها بالصينيه بتاعتها كده هايله. اه والله بالصينيه روعه بجد يعني. نعم.